أعلنت شركة BMW رسمياً أنها ستقوم باستدعاء طوعي لـ 32 ألف وحدة مصنعة في الفترة ما بين عامي 2008 و 2011، وهي من تلك المزودة بمحركات ذات شحن توربيني والمكونة من 8 أو 12 أسطوانة، والمستعملة في طرازات الفئة الخامسة والفئة الخامسة جران توريزمو والفئة السابعة وX5 وX6، وذلك بسبب مخاطر في الحريق. وقالت هيئة السلامة الوطنية على الطرق السريعة وكذلك الصانع البافاري في بيان رسمي أن السبب في إعلان هذا الاستدعاء أن الدائرة الإلكترونية الخاصة بمضخة المياه قد تتسبب في سخونة الأسلاك المحيطة بها مولدة دخان قد يصل إلى المقصورة، مؤكدة أن العطل الأقصى الوارد حدوثه سيكون بظهور علامة الخطأ 102 على لوحة الكمبيوتر. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.arabmotors.tv.